يا مساء الخير، كيفكم؟ طبعا أمس نزلت المقطع، مرة فيه يعني ناس كثيرين تسألني كيف جبتي وكيف جبتي. قلت لكم أنا بعض الأشياء من باقة رأس السنة، لا مو رأس السنة، الباقة الزرقاء هذيك هي باقة إيش؟ ما نعرف، دقيقة أتأكد وأقول لكم. هذه الباقة حقت اللي لونها لون أزرق اللي أعطونا، هي المجانية. طيب فينها؟ حقت الهيلوين هذه راس السنة، يس صح. وهذه كمان برضو حقت الكريسماس، برضو استخدمتها اليوم ورحين راح اوريكم. وحتى حقت الهيلوين برضو فيها حاجات. اليوم راح نتكلم عن اسرار حلويات العيد. يا حلويات كثيرة كثيرة، زي ما انتم شايفين هذه الحلويات كلها مجانا، وحلويات مرة حلوة وتجنن. اوكي، شفتوا هذه الحلاوة؟ طبعا جبتها مجانا، هنا انا عندي زيها بس بفلوس، شايفين؟ يعني نفس الحلاوة اللي بفلوس هنا لقيتها مجانا. شوفوا الكيكات هذه، الكيكات هذه من الهيلوين، شايفين؟ هذه الكيكات انا صنعتها بنفسي، دحين اوريكم كيف. وهذه كمان انا برضو صنعتها بنفسي واوريكم. هذه الحلويات، شوفوا هذه حلويات كيف، حلويات العيد. خلاص هذه الحلويات شايفين، مرة تجنن. خلاص نزلي ده يا زيزو، مرة تجنن. خلاص شايفين هذه حلويات مرة تجنن، صح؟ خلاص هذه الحلويات كمان للعيد مرة تنفع، برضو جبتها مجان. يعني في حاجات مرة كثيرة مجانية. اوكي هانسى، قبل لا انسى اوريكم التلاجة حقتي، هذه الاشياء كلها برضو دحين راح اوريكم كلها. اتوقع انكم تعرفوا من فين، بس دحين اوريكم واحد واحد كل شيء. اوكي شوفوا هذا البسكوت، ممكن تحطوه كده في الصحن. اوكي شايفين هذا بسكوت العيد، شايفين؟ اوكي مره حلو كده، لا مو كده فوق بعض جنب بعض، لا ايش هو ده بيجي فوق بعض، المهم حطوهم جنب بعض. اوكي تجيبوا صحن كبير وترصوا هذه الاشياء، تجيبوا الصحن من فين؟ من محل البيتزا. طيب زي الصينيه، شوفوا الحلويات هذه كمان برضو اقدر اضيفها مع حلويات العيد، والله مره حماس. شوفوا كيف مره تجنن، شايفين؟ شوفوا البسكوت هذا، شايفين؟ شوفوا البسكوت هذا مره يهبل، شايفين؟ شوف شوف زيزو دحين تاكلوا بالعافيه عليه. شوفوا هذا كمان البسكوت مره يجنن، هذا كمان، هذا وهذا دحين اوريكم. هو من باقه شو اسمه الكريسماس، هذا وهذا من باقه الكريسماس، هذول الاثنين، ده وده من باقه الكريسماس. هذا من افاتار وورد عادي في المول، هذه البسكوتات. طيب وهذا الكيكات تعرفوها برضو من المخبز. اوكي وهذه الحلاوة من الكريسماس برضو. اوكي نبدأ اول شيء بالكريسماس، نروح نشوف الباقة حقت الكريسماس ايش فيها. اوكي باقة الكريسماس فين؟ هنا ولا هنا؟ هنا ولا هنا؟ ما ادري، بس خليني ادخل واشوف. هنا ممكن ان شاء الله تكون باقة الكريسماس. طيب يلا افتح بسرعة. اوكي ايوه هي هنا باقة الكريسماس. شوفوا في الباقة في ايش؟ في هذا، طيب تاخذوه من الباقة. وفين العجين؟ انسى هذا الكرتون شكل العجين. اوكي وهذا اللي بيسوي العجينه، وهذا اللي راح يسوي لكم الشكل وزي كذا. اوكي تاخذوا من هذا العجينه، طيب وخلاص صارت على طول. اوكي وتعملوا كذا يعني الشكل اللي انتم تبغوه. انا ابغى الرسمه هذه، شوفوا صار لي بسكوت العيد، يعني مره في البسكوت الحلو هذاك، تعرفوا الناعم اللي يقولوا له، ولا ايش ما ادري تقولوا له انتوا، اتوقع المصريين هم والسوادنا هم اللي يقولوا له ناعم او حاجه زي كذا، ما ادري. المهم اوكي طيب شايفين البسكوت، صار لي البسكوت حق العيد. هنا كمان اذا تبي تسوي للبنوتات الصغار هذا البسكوت، مره شفتوا كيف يهبل. والله هذه الاسرار ما حد قال لكم، هي دحين انا اول واحده قلت لكم على هذه الاسرار. اوكي بس اذا نزلت الفيديو بدري حيكون اول واحده، اذا تاخرت حاس اكيد في ناس حتجيهم الفكره. اوكي طيب وكمان تعرفوا هدية العيد كيف حتسووها؟ لا هدية العيد روحوا شوفوها في قناتي الثانية، نزلت اليوم كله عن أسرار تجهيزات العيد في القناة الثانية، أسرار تجهيزات العيد مجانا، أشياء كلها مجانية ومرة حلوة تجنن تعجبكم كمان. أوكي خلينا نروح المكان الثاني بسرعة، بوريكم حاجة قبل لا أختم المقطع. في هذا المكان في له كمان بسكوتات مرة شكلها حلو، يعني هي تقدر هي انتوا تقدروا تسووها يعني برجر زي هم زي شكل البرجر كده، لا بس انا حبيت انه يكون شكلها حلو، اختاروا هذا اللي لونه وردي اخر شيء. شوفوا يا جماعه شوفوا الكيك هذا الحلو، شوفوا شوفوا انواع الحلويات، شوفوا كيف تقدروا تحطوها، هذه كلها حلويات للعيد، شايفين؟ مره تجنن. ايش ذا؟
شوفوا ده كمان، انا ما وريتكم، هو هذا كمان مرة شكله حلو، شوفوا ده، شفتوا كيف حلويات للعيد يا ناس، جيبت لكم هي مجانا. يعني انا كمان والله العظيم راح استخدمها هذه، يعني لما اكون طفشانة بألعب زي كده راح استخدم هذه الاشياء، مرة حلوة فيها الوان، شو حلوة عين، شو زي الحلاوة، حلاوة عين هذيك تعرفوها المدورة تحبوها للينة، مرة تعجبني انا الصراحة. طيب شايفين، شايفين كيف يا جماعة، في حاجات مرة حلوة، الدونات لا تنسوا الدونات، شوفوا شايفين، والله في حاجات مرة حلوة، بس نحن ما نستكشف وما ندور، بس ندور نبغى بقل فيها فلوس وما ادري مين، لا 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 يا حبيبتي، في باقات مرة حلوة كمان. هنا بوريكم حاجة، في الايس كريم تقدروا تنوعوا بيه وتشكلوا بيه بالشكل اللي انتوا تبغوه، اوكي. طيب هنا الايس كريم، يعني الايس كريم في النادر، يعني الناس يعني اكتر شيء هم بيروحوا الحديقة بياكلوا الايس كريم، غير كده ما بياكلوا، بس يعني بروح بيت الناس عايد يعطوني ايس كريم ما بتصير، بس خلاص اني بوريكم عشان قلت حلويات مرة واحدة، يعني اوريكم حلويات العيد، اوكي. ودحين اوريكم المخبز كيف انا خبزت الكيكات وخليت على هذيك اللي شكلها كذا مرة حلو، ما احب كل الشيء لما يكون طاير وشكله لا، لكن اللون لون احمر مرة عجبتني، حسيتها مرة اسطورية. اوكي تاخذوا من هنا كذا عجينة وتحطوها هنا وتشغلوا وتختاروا اللون، انا ابغى اللون الاحمر هذا الاسطوري، اشبوا معي بنصبغ يو دحين يروح لا 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 ايوه شفتوه، وكده اعمله شايفين بالشكل اللي انتوا تبغوه. طيب ادخلوا هذا لازم مو لازم صح، بس خليني ادخله كده يعني اني بوريكم اوكي شوفوا كيف صار كبير، لا والله لما تدخلوا الفرن يكبر، شوفوا هذا كان صغير، شوفوا كيف دحين اتضاعف حجمه صار قده والله طيب شوفوا هنا الزينة اللي انا حطيتها، اختاروا انتوا الزينة المناسبة اللي تعجبكم، والله مرة حلو اللونين هم جايين مع بعض، بس انتوا اختاروا الزينة اللي تجي معاكم، انا اللي حبيته هذه الفواكه، شوفوا كيف صاير شكله يهبل مرة يجنن، يعني ايش نبغى اكتر من كذا، مرة عجبني الصراحة، شوف ما اقدر احط عليه صح، ما ادري ما اقدر احط صح. طيب شوفوا هنا كمان في بندق ولا ما ادري ايش، في حاجات مره كتيره يا جماعه، ترى ايش هذا، شوفوا كمان هذا تقدروا شوفوا تحطوه برضو، واو طلع حلو شوفوا كيف، بس هذا لونه مره كذا فاقع، فمره بدا كمان برضو حلو، شايفين في حاجات مره حلوه تجنن يا جماعه. اوكي شفتوا، تتذكروا الباقة حقت الهيلوين هذيك لما كنا نروح نسوي لهم كذا ويعطونا حلاوة، طيب الحلويات هذيك اللي في السلة عندي الكثيرة برضو أخذتها من الباقة حقت الهيلوين هذه، يعني كلها استفدت من الباقات هذه القديمة، هي اليوم زيزو القديمة رجعت لكم طيب نروح عند أي أحد عشان يعطينا حلاوة بس، طيب بروح الصيدلية لأنها جنبي، بدخل على الصيدلية وباخذ الحلويات، كده جمعت الحلاوة هذه اللي في السلة اللي شفتوها وريتكم هي، اوكي يلا خلينا نسوي لهم كده عشان يعطوني حلاوة، لا هذه تديني هدية، انا ما ابغى هدية، انا ابغى حلاوة فرشة اسنان الله يهديكي، دحين احنا في عيد تبي تديني فرشة اسنان، هذه تعطيني هذه حتعطيني حلاوة، تفاح مدري والله ايش ذا، بس يلا خلينا نشوف دول ايش حيعطوني. ايوه شايفين شفتوا كيف الحلاوه، كده جمعت الحلاوه وحطيتها في نفس السله اللي هنا موجوده، خلاص شفتوا باقتين مره اسطوريه، وباقي التجهيزات زينه وبالونات ومدري مين، مروا على قناتي الثانيه وتلقوا باقي التجهيزات، الحين اليوم هنا حطيت لكم بس الحلويات، يعني بس اتخصصت هنا بالحلويات حقت العيد، الناس اللي بتقول ما في ولا شيء مو حلو ما ادري ايش وزي كده، والله في حاجات مره حلوه، بس انتوا رتبوها يلا بطريقتكم بطريقه حلوه، وصوروا لي وارسلوا لي على التيك توك، وانا بنزل كل البيوت حقت العيد وبنشوف نختار احلى بيت مع بعض، يعني احنا والمتابعين راح نختار احلى بيت، شوفوا السله اللي حاطه فيها الحلويات، شايفين شايفين هذه هي الحلويات، وهذه كمان الحلاوة برضو من رأس السنة، من باقة رأس السنة، وحطيتها برضو في السلة، يعني هنا حلويات أشكال وألوان، وبس والله إذا عجبتكم لازم تحطوا لي لايك عشان الباقيين يشوفوا واستخدموها للعيد، لا تنسوا اللايك واشتراك في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات، وأنا مرة 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 أحبكم وباي باي.